أيها السادة، حول تطورات الوضع في تركيا، كان نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله أكد في نشرتنا السابقة أن العلاقات الكويتية التركية متميزة. نتابع. البرقية التي بعث بها سيدي حضرة صاحب السمو إلى الرئيس التركي تعبر بالفعل عن موقف الكويت. نحن نتمتع ولله الحمد بعلاقات متميزة مع أصدقائنا في تركيا، علاقات تاريخية، علاقات متطورة، علاقات نحرص كل الحرص على تطويرها وتعزيزها والانطلاق فيها دائما إلى ما يحقق مصالح البلدين الصديقين. كانت تستحق بالفعل هذه القيادة وهذا الشعب هذه التهنئة من سيدي حضرة صاحب السمو. بالفعل أثبت الشعب التركي أصالته في الحفاظ على مكاسب الديمقراطية، في الالتفاف حول قيادته، في رفضه لكل مظاهر العنف وكل مظاهر الفوضى التي ممكن أن تعصف في البلاد. وبالتالي هذا الالتفاف حول القيادة جنب الشعب التركي وجنب تركيا صديقة الفوضى وجنبها المعاصي وجنبها سفك الدماء. نحن الحقيقة نقف إجلال وإعجاب لهذا الموقف من قبل الشعب التركي الصديق، ونتمنى لأصدقائنا في تركيا كل تقدم وكل استقرار وكل أمن وكل ازدهار.